مرحبا بكم في الفن العربي، مدخلكم الرقمي للآثار الإسلامية القديمة بمصر. الفن العربي كتاب مكون من 4 مجلدات قام بتجميعه المستشرق الفرنسي بريس دافان عام 1877. تحتوي 3 مجلدات من الكتاب على لوحات، ويحتوي المجلد الرابع على نصوص تصف هذه اللوحات وصفاً كاملاً. ويعتبر هذا الكتاب أحد أهم الكتب التي تستعرض الشخصية العربية لمصر من خلال مجموعة من التفاصيل المعمارية والزخرفية، مثل الرسوم الفنية والمقاطع والارتفاعات والصور المجسمة، بالإضافة إلى مجموعة دافان الضخمة من الرسومات والملاحظات. وقد قامت مكتبة الإسكندرية بالحفاظ على هذه المجموعة الثمينة من خلال إعادة إنتاجها رقمياً على شبكة الإنترنت، حيث تتيح للمستخدم عدة أدوات للتصفح تساعده على اكتشاف المحتوى بسهولة والبحث فيه. ومن خلال هذه النسخة الرقمية تستطيع الانتقال بين الصفحات، تكبير الصور للتعرف على تفاصيلها بدقة عالية، الربط بين الصورة في مجلد اللوحات والوصف المقابل لها في مجلد الشرح، وضع علامات على لوحات محددة للرجوع إليها، وتخزين تلك المفضلة لديك أو مشاركتها مع الأصدقاء. هذا بالإضافة إلى إمكانية البحث في الموقع بأكمله لاسترجاع نتائج مجمعة من مجلد الشرح ومجلدات اللوحات. الفن العربي رؤية فنية رقمية للعصر الإسلامي في مصر.